ليكيب سلام الله عليكم. فارس اوتوس كار توجور يحييكم دائما وابدا، مرحبا بكم. واي معلومات توجور نحب نشاركها معكم. جانا خونا زهير هذا صاحب داسيا لوغان لا سيري 2012، قال لك صباح راني كي نوضها راني نوض حتى 6 خطرات 7 8 بيت نظيف فيكيل. جا الورشة زارنا على كل حال، يعني عطينا له بروسيدير يديرها، قلنا له يعني نحي الفيشة تاع المانة تاع السخانة كيما نقولوا كابتر تومبيراتير دو، نحى الفيشة نافت لو ان سيل كول بريمير كو نافت باذن الله تعالى في كاكي من هذه. مادام تنحي الفيشة تاع المانة تاع السخانة وتنوض لك الفيكيل دونك اوتوماتيكمون راح تكون بروغراماسيون في لو كالكيلاتور موتور. هنا نحينا له ان شاء الله لو كالكيلاتور موتور، راح نديروا له عمليه برمجه، نديروا له لا سوليسيون تاع ديماراج افروا باذن الله تعالى. غدوه الصباح غير جيست يقيسها الكل الاول باذن الله تعالى راح تنوض له. فوالا ليكيب، نوريو لكم ليكيب كيف رانا نديروا لها في عمليه البرمجه. فوالا نشوفوا ليكيب هنا بعد ما قرينا الفيشي تاعو باذن الله تعالى، درنا له لا بروسيدير ديماراج افروا لا سوليسيون استغفر الله تاع ديماراج افروا باذن الله تعالى. فوالا راح نخدموها اطابل. كاين ناس راهي تخدمها بزاف او بي دي، او بي دي ما تصلحش. كاينين دي زانفورماسيون كي تخدمها او بي دي ماهمش راحين يطلع الفيشي كوريكت، مش كيما تخدمها اطابل هكذا باذن الله تعالى اطابل راح يكون لك الفيشي 100% كوريكت. نخدموا له هنا ليكيب كيما رانا نشوفوا لا سوليسيون تاع ديماراج افروا. حنا رانا نشوفوا في المبرمجه راهي دير لنا فلاي كريتير فلاش باذن الله يطلع لنا الفيشي 100% راح نقضيو له باذن الله تعالى على المشكل هذا تاع ديماراج افروا الشائع بزاف في الداسيا لوغان هذو في لونسيون ولا في النوفو. وماهيش يعني ديماراج افروا برك يعني بروغراماسيون مسؤوله على المانوال تاع الصباح، كاين حوايج بزاف لازم نديرو حنا لا فيريفيكاسيون تاعنا باه نطرقوا لاخر حل هو البرمجه. هو البرمجه باه تكونفيرمي بلي 100% عندك برمجه، تنحي الفيشه تاع السخانه تاع المانو تاع السخانه اللي راكب في لاكيلوس. اذا نافت لك الفيكيل في الكل الاول على طول راهي عمليه برمجه باذن الله تعالى. مرحبا بكم ليكيب يعني في اي وقت. الورشه تاعنا راهي متواجده توجور امام مسجد الليث ابن سعد. الناس بزاف راهي تسائل اشاك فوا على اللوكاليزاسيون تاعنا، حنا اشاك فوا كل فيديو ندير لكم لوكاليزاسيون. رانا متواجدين امام مسجد الليث ابن سعد مدينه العلمه. مرحبا بكم ليكيب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم على حسن المتابعه والاصغاء. اسعد الله مساءكم بما يحبه الله ويرضاه.